اليوم نحن نحتفل مع متطوعينا وجمهورنا بيوم انطلاق التسجيل في الأولمبياد الخاص، الحدث الإنساني الكبير اللي راح تستضيفه دولة الإمارات إن شاء الله في شهر مارس 2019. والهدف الأساسي من هذا الحدث الإنساني هو أن نلفت أنظار العالم كله وخاصة المجتمع الإمارات إلى أكثر الفئات المهمشة اللي هم من أصحاب الهمم اللي عندهم تحديات ذهنية أو إعاقات ذهنية. فنحن اليوم قاعدين نحاول نشجع المجتمع، كل فئات المجتمع سواء حتى من المواطنين وغير المواطنين، في الاشتراك في هذا الحدث العالمي.